انا جيت مع العصر صغب واحد صغب البئر. البئر عندي في 32 متر اللي صايبو دار لي اختفى تما. علاش صوتو شويه قليل؟ ملي بحالنا صيفطنا التليفون الكاميرا اول تما كنجبرو اكتشفنا يعني الدري تما. عيطنا السلطة المحلية والدرك الملكي والشيخ والمقدمة تما على مد وجاو ساعدونا الله يجازيهم بخير. باتوا معنا سهروا معنا ودابا قايلوا معنا الله يجازيهم بخير ودايرين جهدهم وكدار اكثر من جهدهم الله يجازيهم بخير. ما نقدرش نشوف يعني الكبده ما نقدرش نشوف. كنوصل حتى كيديروا الدراري الفيديو كنوصل حتى الفيديو ما كنقدرش نشوف. يعني شفتو نقدر نطيح نقدر شي حاجه ما كنقدرش. يعني ولدي كان معايا البارح صفة عليا راه ما نقدرش نشوف واحد الحاله راه خلصت بالبيت. لا لا ما نقدرش. ديالو مسكينه ما عالم عليها الا الله. الام ديالو راه بيت فايق على حساب الام ديالو راه كتنوض مسكينه كذا. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا شنو هي الصعوبه في عمليه الانقاذ؟ واش البير ضيق شويه؟ البير ضيق واه البير يكون في هذيك 30 حتى 35 هكا ضيق يعني التسع الطول 32 متر صافي هذا اللي كاين. كنشكر المغاربه كاملين اللي متبعينا اللي بعاد واللي قراب وكنشكر الطاقم التقني وكنشكر السلطه المحليه وكنشكر الدرك الملكي وكنشكر الجمهور اللي معايا كامل. كنشكر هاد الناس اللي معانا اللي واقفين معانا سهروا معانا وقايلوا معانا الله يجازيهم بخير. انا زايد عليه 10 سنين وهو عنده 5 سنين ما نقدوش. انا كنت نلقى خاي ستو سينا باغي بالرغبه ديالك. باغي من الرغبه ديالي ودابا وصل عليا يما. انا ماشي مشاو ماشي مشاو مش نقدو فيك الحال. اخر 30 ساعه ولا اكثر هو تما وقاو جالسين كتفرجوا في تاي متعب. قول لك انا لله وانا اليه راجعون. اخر مات مسكين مشى وعدو دابا خصنا ناخذوه. كما كتقولوا متتبع ديال غادي ان شاء الله. دعوا معنا اخوتي دعوا معنا. دعوا ان شاء الله دعوا معنا. ما بغيناش نفقدوك انت والدينا. ما تقدرش تمشي شحال من متر وبابا. انا اشرح لك ديك المكتبه اللي قاعد تموت عاد تموت في اي ساعه. واش نقول ماشي بحالي الشاو نموت نموت هنايا وكل ماشي بحالي الشاو نموت نموت في البيت ديالي. تحية خيوات وليد كيف كيف دوما الحصرة غادي نشوفو ان شاء الله. لقات 4 متر وليد لقات 4 متر وليد. انا بس تعرف شفت انا جيت يعني ابن اكادير جيت تيطوى قاك تيطوى حاولت انا عندي تجربة هاد انفوك هذيك. انا اسباق انا اسباق انا اسباق لك الساعة 6 قادش مشاو انت طنجة تحتكر تحتكر مشاو انت طنجة من طنجة من الرباط. يلا زيد شي حاجة أخرى. كي تسمى هادي عندك سهلة في الحال. أي حاجة من الصبر نقطع عاقي هنايا. مش أنا أخر 5 سنين يما مسكينة راهي مشيعة. يما مسكينة قلت لك عليها راهي مشيعة. نسألك أن تنقذ ريان. نسألك أن تنقذ ريان وتنقذ جميع المسلمين وتنقذ جميع المسلمين واجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم ارزق أهل ريان الصبر والسلوان. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم شافي أمير البلاد أمين. الملك محمد السادس أمين. اللهم شافيه بشفائك أمين. وشافي جميع مرضى المسلمين أمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية أمين. ولنبيك بالرسالة أمين. وماتوا على ذلك أمين. اللهم سألناك باسمك العظيم أمين. أغثنا بغيثك أغثنا بغيثك آمين. أغثنا بغيثك آمين. ارحمنا برحمتك آمين. ارحمنا برحمتك آمين. يا ذا الجلال والإكرام آمين. يا رب السماوات والأرض آمين. إخوان الخدامين اللهم أعينهم آمين. اللهم أعينهم آمين. اللهم أعينهم آمين. اللهم أعينهم آمين. اللهم إننا نريد ريان آمين. حيا آمين. اللهم إننا نريد يريدونه بيننا حيا آمين. اللهم أخرجه من تحت الأرض حيا آمين.
اخوان كاملين، انا كنشكركم انكم جيتوا حضرتوا اليوم وقمتوا بهذه الوقفه مع هذا الطفل الصغير، وهذا غير امتحان من عبد الله سبحانه وتعالى انكم جمعكم وبغى يشوف المغاربه واش مشات منهم الانسانيه ولا بقى فيهم الانسانيه. ولكن الحمد لله جددتوا مبدا التضامن، وجددتوا مبدا الوحده، وجددتوا انكم مغاربه، جددتوا انكم اتباع اجدادنا المغاربه، رغم انه اصبحت يعني مشاكل في الاونه الاخيره، ولكن اليوم جددتوا الوحده وجددتوا التلاحم. انا بالنيابه على الشعب المغربي نشكركم جميعا، نشكركم جميعا على لا وفاء. يا ربي ما خرجت السيدة.